والله ده الشعب افتقر والمهنه لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر احسن. اهرابي اهرابي بتسرق بين العصايا المرصعه بالزلط الكريم. على فكره يا حاج انا هسيبك علشان نعمل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ انت ما بتعرفش تعد؟ دول شعرتين بيض يا دوق. عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اخرج عن اداب المهنه وزعل مني الهجمين. لو زعل الهجمين ليه يعني؟ وانا لو ما سبتكش هتعمل لي ايه يعني؟ بقول لك نزل ايدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل ايدي؟ انت نزلت ايدي؟ خلاص خليها ولا يهمك. وانت لا ما رضنيش، ما رضنيش انت تزعل الهجمين. انا بقى اتصرف من غير ما تزعل حد. شيل ايدي العصايه. اه اهي ادي العصايه. ايه حق ايه؟ ايه تعال. ايه اه اه حرامي حرامي. واسمك الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ان ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلاله العيله المالكه، بس للاسف بعد ما امموا نصيبنا في الاراضي ومحلج القطن وقناه السويس. قناه السويس؟ هم امنوها؟ امنوها؟ يا نهار اسود، ده انا ليا فيها فلوقه. فلوقه ايه؟ المهم الزمن دار بينا من اب الجد لغايه ما بقيت زي ما انت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لان بص حرامي ناجح احسن من كونستابل فاشل. المهم التوبه دي ملهاش معاد يا جدي، يعني انا الصراحه كنت ناوي اطلع حج بعد العمليه دي على طول. حتى بص بص ادي الباسبور والفيزا بتاعت السعوديه، انا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شويه سبح وجلاليب وساعه فيها بوصله، بس قلت اعمل عمليه اخيره كده اكفي بيها مصاريف البيت يعني. اه ايه ده؟ والبير حرامي؟ البير حرامي؟ الحمد لله. اه وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده انا هساعدك يا اطب، ده انت نويت ان انت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. آه لا لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا اطب، وليك عندي شغلانه. آه حاجه بقى ايه؟ آه يعني شغلانه زباله يعني. بجد؟ بجد يا اطب. كده كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ام ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني الفاشل الفاشل. هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص. حرامي يا عادل. سمعك خلاص. حرامي يا عادل. خلاص عرفت ان انا حرامي مهدي بقى. الله لا 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 ولا ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض، عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. انا بقول لك اهو يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي؟ انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسكم. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل، من فضلك اسف. حرام يسنفتيك ورقه. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو، نمسكوا نورين وعلقه قبل ما نسلموا البوليس. ما حدش يقول حرام. عادل يا حبيبي ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. اه وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ اه. عايزك بقى اما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي مسكت حرامي مسكت حرامي. فين الحرامي؟ فين الحرامي؟ مسكت حرامي؟ ايوه جدو. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جدو هنا. فين؟ ها ايه ده كده؟ الفطاسه الحرامي. حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكر حرامي ويلا قوموا قوموا قوموا. حرام عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش مش هيفلش. قوموا 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 قوموا. حرام عليكم، ده فتس فتس فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟
اوه يا حرامي، كنا جبت سيرت في حاجه. انا بسجل لك، انا بكره هبيسك يا حرامي. اهم جد الله يبارك لك، الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت يا حفيدي عادل سعيد الحيوان، حرام عليك حرام عليك. يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه. ومين الحيوان اللي مسكه؟ انا يا جدو، انا اللي مسكته لوحدي. وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، انا اللي مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت ايه يا حرامي؟ حرامي يا جدو، عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن هيلقنوه دانسن. ومعايا وبهايا عيني يا حرامي. قوم تعالى لو وتلقنوه درس ليه، وانا عدي عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنه درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يلا يا حرامي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا، ما حدش معاه تليفون. جيفارا مات، اخر خبر في راديوهات. يلا يا حرامي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى تعالى حرامي، ترى هبهدله هبهدله. مانديلا؟ طيب محدش معاه تليفون مانديلا. وانت جاي تنف حسب مانديلا، حسب معايش مانديلا. تعالى نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو، زوربا السوداني، اي حاجه يا اخوان. يلا حرامي يلا حرامي، كويس احنا في سجناه. خش يا حرامي خش يا حرامي، كده خزلتني كده يا حرامي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط، ده سناق دي ايديها تقيله قوي. سناق دي بقى انا هتقب منها، البنت دي على طول بتبوظ كل خططي بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي قاعد بتفرج على التلفزيون، بتفرج على الفضائيه المغربيه الفضائيه. ما تتفاهم معاهم، يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا يا ناصح، بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل، والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقى لهاش طعم كده. طعم كده؟ طعم وانت هتاكله التلفزيون ده؟ ولا وانت هتطلبت معايا انا حرامي، وهتطلبت معايا وحرامي. ولا بص انا هغير الخطه، انت عرفت الخطه الاولانيه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا، اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحرامي قد؟ ما هما بقى اللي هيفهموه بقى دول، انا قلت كده يعني. بص بقى دول، انا عندي راي في الموضوع ده، احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام، انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل، يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا، لان احنا هنقدر نفرتل المجتمع من اللصوص، وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله، انا هطلع لبابا ستو علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموتوا. يا دوله نفسك اشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي، ده بقى ما بيفرقش، اكيد هيلوشك اتكل على الله. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى، واهم حاجه احنا هنخش، انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي، اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه، هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان، وبعدين هنا هو امريكا، وهنا عند المطبخ، وهنا المطبخ، وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالتلاجه، مش تقعد تفتح التلاجه وتقعد تاكل بينها. بقى انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك، انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه ايه يا عم؟ كبسه من مدرس، انت بتذنب. تعالى. السلام عليكم، وحضرتك الحرامي؟ الله والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك، والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي نعم جدا. وانت بتحب الحراميه؟ موت انا بحبهم، وهم كمان بيحبوني، ده انا اتسرقت قبل كده مرتين، بيعشقوني الحراميه دي. بقول لك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحراميه؟
لا 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 خلاص لا يا عم ما تعملش دهوشه، خلاص بلاش، مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق، موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له، بس هو حد يسندك برضو يا فاشل، يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو هسنده، انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ خلاص وهجربه بقى وخلاص، وانت تطمن يعني ما تقلقش خالص. تعالوا معايا بقى عشان غيرت الخطه. طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه؟ ويعني لو حضر الثانيه هيفهم. ده غبي غبي، بقول لك يعني غبي غبي. امال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص، مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل؟ وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي يا فاشل. يا رب افشل، يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز اهو، تاخده. نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني. اطفي النور هتفضحنا، وشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم، اهل البتاع دي انا افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللعبه بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي ماشي، راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. انه طريق؟ مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صحي اشرب، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صحي دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص، انا هبقى اشرب في وقت تاني. اسكت انت بقى، ايه الخيالات دي؟ تقول انت نايمه؟ الطريق امان يا رستم. الخطه نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه؟ يلا بينا الخطه نجحت. يلا بينا. استنى يا رستم استنى، الخطه لسه ما خلصتش، لازم نجرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني؟ احنا هنشتريه. يا عم اسمعني يا رستم، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناه ولا حاجه، دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع، والسلالم عاليه يا عم. عشان انا ما يهونش عليك، ما يهونش عليا تعبك ابدا. اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي راسي شويه. تسعب يطاق، وطي انت فوق تتبحنا. هو الراديو اعلى من صوتي. اغير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا يلا بينا. انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سمباتيك ورقه تاني. بابا ستو، بابا ستو، بابا ستو. ايه بابا ستو؟ انا رمزي، انا رمزي. رمزي ايه؟ لا مفيش ولا الف مبروك، الف مبروك يا بابا ستو. الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلت لكم؟ لا، الواد رستم متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا. فشلنا كان فاشل واحد دلوقتي، بقوا اتنين فاشل، بقوا اتنين فاشل، اعمل ايه بس يا رب؟ استغفر الله العظيم، انا اللي قفلت عليه. المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس، هوديك الاسم يعني هوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام عشان فتشيك ورقه خالص. ميرسي يا بيبي. بليز اديله فرصه تانية، ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي تلات محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن. كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل، خش يا فاشل. ورا كل شويه، كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني، عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك،
وأمي وكنت في المغرب وبعدين قلت أروح أحج يلا. طب أنا دلوقتي يعني أراضيك إزاي أنا دلوقتي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا جماعة بصوا بابا ستو، إحنا بقى أنا هقول لكم على فكرة جديدة خالص. أوه. إحنا دلوقتي سرقة البيت بقت خطرة علينا دلوقتي وما بقتش مناسبة لينا، لأن الحرامية الكبار اللي زينا ما ينفعوش الشقق دي. صح. إحنا أنسب حاجة لينا سرقة البازار اللي أنا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غيري انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير، قعد ربع ساعه بتقول انا خلاص انا بقى هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على فجأة. ايه العمليه دي؟ انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 يا اكبر حرامي يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص على اوريكوا الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط بتاعت الخطط، واللمبه دي وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات، بص العضلات. ارنولد عرفته؟ انت فهمت حاجه يا رمزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ اه الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهوني، ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل سافعل. أنا عندي خطة لسرقة البازار. إحنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في إيدينا. وفين بقى هي الخطة؟ ما قال لك يا عم جده هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في إيدينا. صح. لا أنا عندي خطة تانية خالص. إيه؟ إحنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمز الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني بصبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياه شريفه يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبه كده؟ هتتوب يا عم. بص انت تتوب على العيد احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازه وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده وتمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي يا ده حرابي يا حرابي، بصبورك بصبورك هيفضل عدي. وبص انا عايزكم تركزوا في الشغل، عايزكم تركزوا في اكل عيشكم. تعالوا معايا، شايفين البتاعة دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط نسرق ايه؟ دي انا عايزكم تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده، عايزكم انتوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاتة. كهربتوا؟ انا اللي كهربتها. يلا حربية. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة، احنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة. خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ستو. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه.
خش يا حراميه، خش خش، برافو عليك برافو عليك. يا ده انا حبيت السرقه قوي، هي والواد رستو. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله، وعمليه ناجحه. شايفه ايه ده؟ انا سرقت البرتمان، سرقت البرتمان، سرق. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح البون ذكرياتي اللي فيه كل تاريخي مع الحريم. السرق يا اخوانا، حرام عليكم. مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد الولا رستم هو اللي سرق. لا ما تجيش منك يا رمزي، ده انا كنت معاكم يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ست، ودي انا بقى انا سرقتها من البازار. بص، كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط، صح يا رستم؟ يا اخوك يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ على رانيا سعيد، مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام يا رستو. عربي، بالنسبة ليك مستر ثيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستو، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج. وانا رمزي. رمزي يا رستو، انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد يا معلم. سمعني صوتك بقى، هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفق عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما، مش بمزاجي يعني. هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي، بس بعد كده هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم.